كروات. صباح الخير. صباح النور. لا ده انت النهارده كويسه قوي، انا مبسوطه جدا عشان سبتي اوضتك وخرجتي، بقالك اسبوع حبسه نفسي. عامله ايه دلوقتي ماما؟ انا محتاجه اروح انطر فريده. فريده؟ وعايزه تروحي لها ليه؟ عايزه اغير جو. والجو هنا ماله ماما؟ لو سمحت. يا صباح الخير. صباح الخير. اهدى اهدى اهدى، اتاري انا بقول الشمس طالعه والدنيا حلوه عشان شاري منوره النهارده. جيت في وقتك يا خال، شيري عايزه تروح مشوار وانا مضطره استنى مكالمه مهمه، يا ريت توصلها وبعدين نتقابل عند السجل التجاري. أحسن حاجة عملتيها إنك فكرتي تقضي كام يومين عند طنط فريدة. أنا كنت هقترح عليك إنك لازم تغير جو، وبعدين المواجهة، تواجهي أي مشكلة تنتصري عليها. أنا لو كل مشكلة واجهتني كسرتني ما كنتش هبقى في اللي أنا فيه دلوقتي. مواجهة والأمل ماشي، والابتسامة الحلوة دي. وحشاني يا حبيبتي. وأنت كمان يا طه، عاملة إيه؟ الحقيقة شيري حابه تيجي تقعد عند حضرتك يومين لأنها بتحبك قوي. شيري دي بنتي، أمال سعاد ما جاتش ليه؟ سعاد كالعادة مواعيد ومقابلات مشغولة جدا، عشان كده ما قدرتش تيجي معانا. بلغها سلامي وقول لها دي شيري في عناية. لا هي واثقة من كده. على فكرة أنا كنت بكلمك عشان أطمن عليكي، كل مرة يقولوا لي إنك نايمة. بعد إذن الهانم تسمحي لي أبقى أطمن على شيري بالتليفون؟ طبعا. شيري لو عايزة أي حاجة تبي تكلميني. ها بعد إذن هان. تفضل. بس يا فندم. مع السلامة. الله يسلمك. أنا عايزاكي تكوني قوية، مش معقولة مشكلة زي دي تعمل فيكي كده وأنت لسه في أول حياتك. أنا مش عارفة ماما عملت معايا كده ليه، تحرمني من الإنسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. وليه؟ عشان عيلته ناس على قد حالهم؟ انا لا عايزه فلوس ولا عايزه اي حاجه، انا مش عايزه غير الانسان اللي حبيته بس. هي خايفه على مصلحتك من وجهه نظرها، مش معقوله هتلاقي حد يحبك قد ده. واللي بيحب حد يعمل فيه كده يا طنط؟ طيب ليه ما ناقشتهاش وحاولتي تقنعيه؟ رافضه اي مناقشه في الموضوع ده خالص. طب اهدي يا حبيبتي اهدي، كل مشكله وليها حل. انت ما تتصوريش انا مبسوطه قد ايه وانت قاعده معايا. وانا كمان والله يا طنط. الحمد لله على السلامه يا جمال. الله يسلمك. اهلا يا كمال. ازيك فريزه؟ ازيك، عملت ايه في قضيتك النهارده؟ اتاجلت تقديم المذكرات، قلت ارجع انام شويه وبعدين اروح المكتب بالليل. انا عندي ليك بقى حته مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ اظهر ويبان عليك الامان. اهلا اهلا. لا دي حقيقي فعلا مفاجاه هايله. ازيك يا امك؟ ازيك انت حبيبتي؟ شيري هتقعد معانا هنا كام يوم؟ عظيم، احسن حاجه تعمليها. خليكي شويه مع طنطتك فريده لانها فعلا محتاجه لك. فعلا من ساعه ما جت شيري وانا حسيت انه البيت اتملى عليا. مبروك يا سعاد. الله يبارك. باي باي. لا لا باي باي. خلي على ورايا او كده معايا، عايز اتكلم معاك. انا كمان عايز اتكلم معاك. تعالى ورايا. يلا نفتح فوقنا. هم هم هم. ها ايه رايك بقى في اكلي؟ حلو قوي يا طنط. امال سرحانه وما بتاكليش ليه؟ انا لا خالص، انا باكل اهو بالهنا والشفا. الله، ده انا ما كنتش اعرف ان حضرتك طباخه بريمو كده. ده انا لسه بتعلم. كل ده ولسه؟ امال لما تتعلمي اكلك هيعمل فينا ايه؟ ايوه كده اضحكي، ضحكتك حلوه قوي، بحس كده انها بتنور البيت كله. ربنا يخليكي يا طنط. هو انكل كمال ما جاش يتغدى معانا ليه؟ اصله بيرجع من الشغل تعبان فدخل ينام.
طنط. اصلي افتكرته. افتكرتي مين؟ محمود. محمود؟ محمود مين؟ انا خايفة مش عارفة اقول ايه لمحمود لما اشوفه. يا طنط، محمود اكيد عارف قد انت بتحبيه، ولا يمكن يكون زعلان منك بسبب اللي حصل، لان ببساطة انت ملكيش ذنب في اي حاجة من اللي حصل ده كله. معلش. وبعدين لو فضلتي محرجة ومكسوفة كده، مين هياخد باله من محمود ويطمن عليه؟ عندك حق. يلا بينا، يلا بينا نروح ناخد تاكسي، يلا. تعالى يا محمود، سلم على ماما فريدة. ازيك يا محمود؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشتيني قوي. تعالى يا محمود، تعال. شفت ماما فريدة جابت لك ايه؟ تعالى تعالى، بص دي جايبه لك حاجات حلوه قوي. بص بص. مش عايز حاجه، مش عايز حاجه، مش عايز حاجه. ليه يا حبيبي؟ عشان مفيش حد بيحبني، مفيش حد بيحبني. انا اسفه جدا، انا مش عارفه الولد ده جراره ايه من ساعه ما رجع من عندك. انا هجيبه واعتذر لحضرتك حالا. لسه متضايق؟ أنا آسفة والله، بس ما كنتش أعرف إن رد فعله هيكون بالشكل ده. بس هو عنده حق. عشان خاطري يا طنط، بلاش تلومي نفسك كده. وبعدين أنا واثقة إن محمود لما يهدى شوية هو اللي هيكلمك ويصالحك بنفسه كمان. خلي بالك يا طنط، أنا ما بحبش التكشيرة دي. وإلا هرجع لماما. لا، ما تسيبينيش يا شيري. طب عشان خاطري فكي التكشيره دي وابتسمي. مش دي كانت نصيحتك ليا اول ما جيت؟ يبقى اعملي بيها والا خلاص. بتهمدي انت كمان، خيلتيني. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه مع ابوكي ده كمان. هيطير نفوخي كله. من بعد ما اتنقل للوظيفه الجديده محدش عارف يتكلم معاه. بقى عنده اكتئاب. لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتكلم، وعلى طول يا اما عصبي يا اما نايم. ادي اللي خدناه من الست فريده صدقي، تمشي هي من الوزاره وتسيب لنا احنا كل المشاكل دي. ما فكرتش حتى تتصل تطمن علينا من ساعه ما سابتها. لا يا زيزي بقى، ان جيتي للحق كان المفروض احنا اللي نتصل بيها ونطمن عليها. ليه بقى ان شاء الله؟ هي مش الرؤوس كلها اتساوت ولا ايه؟ هي لسه فاكره نفسها وزيره. عيب يا زيزي، عيب يا ماما تتكلمي عليها بالطريقه دي، مهما كانت دي برضه قريبه باباكي. يوه، هو احنا مش هنخلص ابدا من سيره فريده صدقي دي؟ اقول لك على حاجه احلى، تعالي ننزل نتفرج على الاعلان بتاعي، هيعرضوه النهارده قبل المسلسل وبعده. اعلان ايه؟ انا عايزه اتفرج على المسلسل. تعرفي يا شيري، انا بقالي قد ايه ما قعدتش قدام التلفزيون واتفرجت عليه؟ سنين. معقول يا طنط؟ وانا كنت فاضيه لاي حاجه، لكن دلوقتي بقى ده في ناس بقى مدمنين تلفزيون، تسليتهم الوحيدة هي المسلسلات. بس أنا بقى منفعش أبقى كده، أنا بحب القراية أكتر. شفت يا طنط الإعلان الجديد بتاع زيزي هيجي بعد المسلسل؟ أنت معجبة بيها؟ أوي يا طنط، أصلها دمها خفيف وموهوبة جدا، وعلى فكرة أنا شفت الفيلم الجديد بتاعها وحاسة إن هيبقى لها مستقبل هايل. ما هي صورت الفيلم ده وضيعت عليها امتحان الثانوية العامة. إيه ده؟ أنت تعرفيها يا طنط؟ ما هي تبقى بنت جابر اللي كان مدير مكتبي لما كنت في الوزارة. بجد؟ طب والنبي يا طنط أنا عايزة أشوفها. شوفيها؟ آه، اتصلي بيها عشان خاطري يا طنط. اتصل بيها؟ وحياتي يا طنط عشان خاطري. حاضر يا حبيبتي، هتصل بيهم على الأقل أطمن عليهم، ولو إنهم ما سألوش عليا ولا مرة واحدة بعد ما سبت الوزارة. أهو إعلان أهو يا طنط، استنى. هاري، زيزي بتسلم عليك. وحشتوني وحشتوني. مفاجأة.
العلبة دي فيها ايه؟ فيلم؟ فاضية؟ طبعا لا، أولها ألف ولام بتتاكل؟ يمكن بتتشرب؟ ممكن لا بتتاكل ولا بتتشرب، يمكن ممكن ممكن يمكن. صغيرة ولا كبيرة؟ الاثنين. تبقى ايه؟ ما هي دي مفاجأة. كمان الضوء هتعرف، ما تخافوش مش غالية. يا رفيق انا ممكن. الله الله يجنن يهوس يا زيزي. الف مبروك يا حبيبة ماما، الف مبروك. ربنا يخليكي ليا يا مامي. يلا بقى اطلعي البيتي لحسن نتأخر على ميعادنا. ايوه يا هاني موجودة. مين؟ دي مدام فريدة. فريدة صدقي؟ ايوه. مش موجودين. انا قلت لها ان حضرتك موجودة. خلاص بقى يا زيزي هرد عليها، هعمل ايه؟ هادي روحي انتي. الو. ايوه فريدة هانم، انتي كمان يا حبيبتي والله وحشاني اكتر. احوالي اهو الحمد لله. والله زيزي تعبانه قوي الحقيقه، بقالها اسبوعين. عندها ايه؟ عندها ايه؟ الدكاتره احتاروا فيها مش عارفين عندها ايه. الحراره بتترفع بتترفع فوق الـ40. كمادات ما ينفعش. ينفع طبعا، هعمل لها كمادات طبعا. حاضر. عرق 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 على طول على طول. بتترعش بتترعش جدا بتترعش. الاكل بتاكل؟ لا خالص، لا بتاكل ولا بتشرب. لما البنت عيد متي حبت عيني وما بقتش قادره تصلب طولها بتقع. طبعا يا فريده هانم. حاضر حاضر، اول ما تخف ان شاء الله هطمنك ضروري. ربنا يخليكي لينا، مع الف سلام. تجنني تهوسي يا ماما. بصراحه انا مش عارفه اقول لها كده ازاي. طبعا بفضل توجيهاتي. مش بيقولوا ان ام الوز عوامه؟ ام الوز ما تدقيش يا مامي. استني بس يا ثنايا. افندم يا هاني، الست اللي اسمها فريده صدقي دي بالذات لما تتكلم تقول لها ان احنا مش موجودين. حاضر يا هاني. بعد الشر عليك يا بنتي يا حبيبتي. قال سخنه قال يا حبيبتي يا زيزي، اتاريها عيانه وانا اللي ظلمتها وظلمت جابر ودهيل. يا طنط اهدي بس، ادينا اهو رايحين نطمن عليها. انا ليه حساب مع جابر؟ ازاي يسيب بنته في الحاله دي من غير ما يوديها المستشفى؟ انا هروح اوديها بنفسي. يلا بينا. ايش 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 ايه كمان الحلاوه دي كلها؟ تعالي 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 وريني وريني جاب الحلاوه دي كلها منين. بعد ما عندكم ايه يا بنت اللي انت عملتيه في التليفون ده؟ ده انا اتفاجئت، ده انت حته ممثله كده. عملتي الرعشه ازاي وريني كده اهو. ولا ما حطيت لك كام مدام يا عيني يا بنتي. لا بتاكل ولا بتشرب والرعشه ولا هلك. يا ربنا يخليك. تيجي يا بنتون بتاعتون حبيبي. شدي كوبس شدي كوبس. مش اللي بيجي عند حد بيتصل الاول يقول انه زيزي. فريدة هانم يا الف اهلا وسهلا. ايه ده؟ هو في ايه؟ انا مش مصدقه مش مصدقه. قد كده ما بيحبونيش، قد كده انا تقيله على قلبهم. انا عملت لهم ايه عشان يكذبوا عليا ويتريقوا بالشكل ده؟ ده انا حبيتهم وفتحت لهم قلبي واعتبرتهم اهلي ناسي. وحياتي يا طنط ما تضايقي نفسك، دول ناس ما يستاهلوش لا حبك ولا حنيتك. وبعدين الظاهر ان احنا غلطنا اصلا ان احنا رحنا نطمن عليهم. ليه الدنيا مقفوله في وشي؟ ليه انا حاسه ان الناس ما بقتش عامله لي قيمه ولا حساب ولا حتى بتراعي مشاعري من بعد ما سبت الوزاره؟ ما تقوليش كده بس يا طنط. هي دي الحقيقه اللي مش عايزه اصدقها وعامله نفسي مش شايفاها. انتي مقامك غالي ومحفوظ عندنا كلنا، واذا كان في ناس مش عايزين يشوفوكي او يعرفوكي من ساعه ما سبتي الوزاره، انتي كمان لازم تستغني عنهم، لان دول اصدقاء مش حقيقيين، ما كانوش بيحبوكي بجد. دول كانوا ناس عايزين مصلحتهم وبس. قد كده كنت مخدوعة فيهم السنين دي كلها وانا ما كنتش شايف حقيقتهم.
بس في ناس تانيين بيحبوكي، بيحبوكي من كل قلبهم، بيحبوكي عشان انتي طنط فريدة اللي قلبها واسع ويساعد الدنيا بحدها. ناس اول ما توجعوا ملقوش غيرك عشان يلجأوله، يمسح دمعتهم ويخفف وجعهم. انت عاوز مني ايه؟ فاتح لي سين وجيب من ساعة ما الست فريدة دي ماشي. انت ازاي تعملي اللي انت عملتيه ده؟ انا حرة، محدش له عندي اي حاجة. ولا كلش لسه هتعمل حساب للست فريدة حتى بعد ما سابت الوزارة؟ اودي وشي منها فين؟ اقول لها ايه؟ وانت ايه اللي يوديك عندها اصلا؟ ما خلاص خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، مش بيقولوا كده برضو؟ الست ما تستاهلش ده كله مننا، دي طول عمرها افضلها علينا. افضلها عليك انت لوحدك، وانا كنت بجاريك عشان خاطر اريحك. خلاص بقى يا اخي فضينا من السيرة دي. يلا يا مامي هتأخر على التصوير. يلا انا كمان اتخنقت من البيت ده. اتخنقت. نامت الحمد لله، ما سبتهاش الا لما اطمنت عليها. بس ما تتصوريش حالتها كانت عامله ازاي. دي بقالها مدة طويلة على الحالة دي، والله ما شفتها سعيدة وفرحانة بعد ما سابت الوزارة إلا لما جيتي وقعدتي معاها. يا ريتك تطولي قعدك معانا شوية. إن شاء الله. أنا ما كنتش متخيلة إن طنط فريدة بتمر بأزمة بالشكل ده. ده انا كنت فاكره ان انا الوحيده اللي عندي مشكله، لا وان مشكلتي دي نهايه العالم. من شاف بلوه غيره هانت عليه بلوته. الو؟ ايوه موجوده. لحظه واحده، الاستاذ خالد بيسال عليكي. الو، ازيك يا استاذ خالد؟ لا بخير الحمد لله. ماما؟ لا طمنها ان انا بخير، ولا ان انا مش محتاجه اي حاجه. مرسي، متشكره على سؤالك، مع السلامه. وديني يا ستي مضيت العقد. ألف مبروك. الله يبارك فيك. دلوقتي بقى أنت بقيت شريك رسمي، نبدأ بقى في تنفيذ العقود والشغل بصفتك شريك والعضو المنتدب. ونائب رئيس مجلس الإدارة. نائب رئيس مجلس الإدارة؟ أنا عمري ما كان ليا نائب. كتير عليا سعاد يعني، ولا شايفاني مش قدها؟ لا بالعكس، إحنا لازم ننظم العمل والمسؤوليات عشان كل واحد فينا يبقى عارف تخصصاته ايه. هي دي اصول الشغل. وانا ما عنديش مانع، انا واثقه ان عمرنا ما هنختلف. انا هطلع قرار اداري عشان تكون نائب رئيس مجلس الاداره، والاختصاصات نبقى نحددها بعدين. يبقى مبروك علينا احنا الاثنين. تعالى بقى علشان اوريك مكتبك. رأيك بقى في مكتبك الجديد؟ ميرسي يا سعاد، هايل. أنا اللي أشرفت على توضيبه بنفسي، واخترته يبقى جنب مكتبي عشان تفضل دايماً قريب مني. أنتِ محدش يقدر يبقى بعيد عنك. وحتى لو حاولت، مش هتقدر. أنا اخترت لك سكرتيرة هايلة. أنا محبش حد يفرض عليا حاجة، حاجتي أنا أحب أختارها بنفسي. سافا؟ سافا؟ المدموزيل محتاجاني اوصلها في اي حته؟ تامر؟ ما
مالك مخدودة كده ليه؟ صحيح أنا مش متعود أن حد يقفل السكة في وشي، لكن مش عارف ليه بكسر كل القواعد معاكي. أنت عرفت إزاي أن أنا جاي امتحن النهاردة في مسابقة الخارجية؟ أنا مش سبق وقلتلك لما بحتاج أعرف حاجة لازم أعرفها. وأنت عاوز مني إيه؟ وإيه اللي جايبك ورايا هنا؟ معقول هنقف نتكلم في الشارع؟ تعالي نروح مكان هادي عشان نعرف نتكلم على روقان. وأنا أقعد أتكلم معاك لوحدينا في مكان ليه؟ إيه يا سوسن، هو إحنا غراب عن بعض؟ على العموم اعتبريني معجب بيكي. إيه؟ معجب بيا؟ أيوه، من ساعة ما شفتك وأنا بفكر فيكي على طول. أنت بتقول إيه؟ إيه الغريب في اللي أنا قلته؟ سبق وقلت لك إن أنا مش بنات إياهم. مين قال إن أنا بقول إنك من البنات إياهم؟ ثم أنت مالك متوترة وعصبية كده ليه؟ لو سمحت يا أستاذ تامر. أستاذ؟ يا ريت حضرتك ما تستنانيش تاني وما تتصلش بيا في البيت، والا والا ايه هتقولي لماما عشان تقرص لي وداني؟ انت مالك عيله صغيره كده ليه؟ يلا اركبي. على العموم اعتبريني معجب بيكي. ايه؟ معجب بيا؟ ايوه، ساعه ما شفتك وانا بفكر فيكي على طول. سبق وقلت لك ان انا مش بنات يا. مين قال ان انا بقول انك من البنات اياهم؟ ثم انت مالك متوتره وعصبيه كده ليه؟ لو سمحت يا استاذ تامر. استاذ؟ يا ريت حضرتك ما تستنانيش تاني وما تتصلش بيا في البيت. الو. ايوه يا نجات، ازيك انت يا حبيبتي؟ وحشاني قوي. الحمد لله كلنا بخير. ايوه امتحنت في مسابقه الخارجيه، مش عارفه اذا كنت حليت كويس ولا لا. مالي؟ ابدا، بس عندي حاله توتر بس عشان الامتحان والنتيجه. جيجي دي انا من امتى؟ من بدري. كنت فين؟ كان عندي مشوار. خير؟ في حاجه؟ في موضوع كنت عايزه اكلمك فيه ما ينفعش اكلمك فيه في البيت. موضوع ايه اللي جايبك مخصوص ليا هنا ما تقدريش تناقشي فيه في البيت؟ ماما مالها شكلها كده؟ مش داخله شركه مع الاستاذ خالد وبس. شكلها كده داخله على جواز، صح؟ انت كنت عارف؟ مجرد استنتاج يعني، من نظرات ماما الاستاذ خالد، من كلامها ليه، موافقتها انه يبقى شريك، وطول عمرها رافضه المبدا ده. كل الحاجات دي بتدل ان دي مقدمه لحاجه اهم. طب وهنعمل ايه؟ هنفضل ساكتين؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله؟ يعني نسيب واحد غريب يخش وسطينا؟ وده مش هيبقى غريب، ده هيبقى جزء منا. ياه، انت مالك بارد كده ليه؟ لان لو في ايديا حاجه اعملها كنت عملتها. وانت عارفه طبعا لو وقفنا في سكه ماما او قلنا لها لا، احنا مؤكد ان هنكون خسرانين. انت عارفه ماما كويس. يعني ايه؟ هنفضل قاعدين كده وحاطين ايدينا على خدنا؟ في الظروف اللي احنا فيها دي احب اقول لك بكل ثقه واطمئنان ان مفيش قدامنا غير كده. واحب احذرك مقدما، لو ماما شمت خبر انك معترض على اللي هي بتعمله او ناويه عليه هتلاقي نفسك مطروده من مملكتها. لا، انا مش قادره اصدق. ازاي ماما تفكر في الجواز وتعمل كده؟ اوعي تتصوري ان ماما عاطفيه قوي كده. الحكايه فيها اكتر من الحب والمشاعر. انت عارفه اللي دفعه خالد عز الدين عشان يبقى شريك في المجموعه يمثل كام من ثروته؟ كام؟ 40%، ولسه في 60% مستني يصفي مشاريعه في اوروبا. قصدك يعني ان ماما رسمه لما تتجوز الاستاذ خالد هيحط كل فلوسه في المجموعه؟ اديكي قلتيها. ساعتها بقى مين اللي كسبان؟ ياه، دي ماما طلعت رسمه على كبير قوي. مش بقولك محدش يضحك على ماما. وجايز يكون خالد عز الدين راسم رسمه مضاده. انت هتخوفني ليه بقى؟ انا بقول جايز. ها، في اي اسباب تانيه تمنعك من الموافقه على الجوازه دي؟
تامر اخو شيري. وطي صوتك احسن ماما تسمعنا. وده عاوز منك ايه ده؟ معرفش اتصل بيا في البيت كذا مره، معرفش جاب رقم البيت منين، والنهارده لقيته واقف قدام باب الخارجيه. عشان كده كنت قلقانه ومتوتره وانت بتكلميني. انا كان قلبي حس ان في حاجه، عشان كده قلت اجي اطمن عليكي. انا كان لازم اتوقع حاجه زي كده، عشان يوم الحفله كان اهتمامه بيكي واضح قوي. انا مش عارفه اعمل معاه ايه يا نجات. لازم تصديه، تامر ده بتاع بنات وبتاع مغامرات. ما انا عارفه شيري قالت لي قبل كده وقالت لي على كان بيعمله. انا مستعده اروح له وبهدله واخليه. لا يا نجات لا، بلاش، انا مش عايزه مشاكل. بعدين ماما لو عرفت حاجه زي دي مش هتسكت هي كمان. انا عايزاكي تطمني عليا خالص، بتهيألي بعد اللي عملته معاه النهارده مش هيحاول يتعرض لي تاني. ولو حاول هبقى صده المره اللي جايه، واذا فشلت هبقى اقول لك وانت تبقي تصرفي. ماشي. ايه يا بنات بقالكم ساعتين دو 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 بتقولوا ايه؟ ابدا يا ماما، ده انا كنت بحكي لسوسن على قسم الفن اللي انا اشتغلت فيه والناس المهمين اللي انا بقابلهم واعمل معاهم حوارات. بس كده؟ بس كده. يعني مفيش حاجه تانيه عايزين تقولوها لي؟ انا ما عنديش حاجه عايزه اقولها. سوسن انت عندك حاجه؟ ايه نجات؟ ايه نجات؟ مفيش، ما تهرجيش عشان ماما. بيت يا سوسن، انا اللي باقيه لك في البيت ده اختك راحت بيتها وكفايه عليها جوزها. جوزها؟ جوزها جه؟ ازيك يا نور؟ ازيك انت؟ ازيك يا ياسر يا ابني؟ الله يسلمك يا حماتي. ياسر احنا قلنا ايه؟ انا اسف نسيت. الله يسلمك يا ماما. اصل نجات موصياني اما اشوفك ما اقولكيش غير يا ماما. طبعا يا حبيبي، ده انت بقيت ابني خلاص، ربنا يخليك ليا. ويخليكي ليا يا ماما. الا اخرك كده يا سياده المقدم، بقالنا ساعه مستنيينك مش عايزين نتعشى لما تيجي. النهارده اصل يا سوسن كان يوم مشحون، لسه راجع من ماموريه كبيره جدا، مسكنا عصابه نصب. خمس تنفار كانوا مدوخيننا، بس عملت لهم خطه ما تخرش الميه لحد ما قبضنا عليهم متلبسين. ربنا يحفظك من كل شر يا ابني. اروح اجهز لكم العشاء بقى. خديني معاكي. ما تقعد يا ياسر. لا 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 لا، على فكره متغيره خالص. مين؟ سوسن؟ لا طبعا بتكلم عن ماما. من ساعه ما اتجوزنا وهي ايه؟ طيبه ايه ورقه ايه وحنيه ايه؟ طبعا مش بقيت جوز بنتها. يا ريتنا اتجوزنا من زمان. بس انت ليه تخيلت ان انا بكلمك عن سوسن؟ ها؟ ابدا. اجازه قضائيه؟ يعني ايه يا انكل؟ المحاكم عاده بتاخد اجازه مره في السنه، وده بيبقى فتره الصيف، واحنا طبعا كمحامين بناخد اجازه معاهم. يعني انا عندي يمكن اكتر من شهر اجازه. فريده روحتي فين؟ ولا حاجه. عن اذنكم انا داخله اوضتي. هي طنطتك فريده مالها؟ هي بقت كده على طول. انا بحاول اخرجها بره الموت بس ما فيش فايده. بقول لحضرتك يا انكل، هو انتوا مش متعودين تاخدوا اجازه تصيفوا يعني؟ مصيف؟ احنا بقالنا سنين ما صيفناش. طنطتك فريده كانت على طول مشغوله. طيب ما هي بقت فاضيه وحضرتك عندك اجازه شهر بحاله، ليه ما تروحوش تصيفوا في حته؟ نصيف؟ ونبقى مع بعض احنا الثلاثه. انا متاكده ان جو المصيف هيغير مودها خالص. والنبي يا انكل عشان خاطري. والله فكرة مش بطالة وجات في وقتها. نصيف؟ ليه لا؟ اهو نغير جو، وبعدين احنا بقالنا سنين ما صيفناش، فرصة كويسة نقعد مع بعض من غير ما أي حاجة تشغلنا. دي فكرتك؟ هي في الحقيقة فكرة شروط، بس أنا اتحمست لها جدا، هي كمان متحمسة. أفتكر ما عندكيش أي مانع. بس هنروح فين؟ فيلتي في الساحل الشمالي. فيلتك؟ أيوة، ما أنا اشتريت فيلا هناك من شهرين. غريبة، بس انت ما كلمتنيش عنها قبل كده. لا يعني يمكن ما جاتش فرصه، اصل الفيلا دي كانت معروضه للبيع بسعر كويس جدا، اشتريتها حتى بفرشاها وكان تمنها كويس. قلتي ايه بقى؟ موافقه مش كده؟ موافقه. ها؟ ايوه يا فريده كده؟ لا طبعا ما عنديش مانع، ده انا مطمنه عليها طول ما هي معاكي. ان شاء الله تقضوا وقت سعيد. انا حابه اتصل عشان اطمن عليكم. مع السلامه. ادخل.
المشروع الجديد اللي بعتهولي ده هايل، مناسب جدا جدا جدا، بس اهم حاجه بقى ننفذه بسرعه جدا جدا جدا. وما تحمليش هم، ال 10 مليون دولار هحولهم لك من حسابي في باريس يومين ثلاثه ويكونوا عندك. سافا سافا. شيري هتسافر مع فريده الساحل الشمالي عشان يصيف. احسن حاجه عملتها فريده، انا متاكد ان المصيف هيخلي شيري تنسى وتبقى احسن قوي. تعرف انا كمان بقالي سنين ما خدتش اجازه ولا رحت صيفت، انا بفكر اشتري فيلا في الساحل الشمالي. فيلا تعملي بيها ايه؟ هو انت عندك وقت؟ يعني ان شاء الله حتى نقعد فيها كام يوم. فكره ما حبسهاش خالص. مش معقول يا سعاد تصرفي مليون او اتنين عشان فيلا تقضي فيها كام يوم في السنه؟ بلاش نشتري، نأجر. البزنس الناجح ما فيهوش حياه خاصه. اجلي الموضوع ده لسه هنجري. انت شايف كده؟ طلع الحاجة فوق فضلك. حاضر يا بيه. ايه رايك بقى فريده؟ تجنن. هو انت لسه شفتي حاجه؟ ده القريه هنا هاديه جدا وفيها كل حاجه، يعني لو حبيتي تقضي الصيف كله مش هتزهقي ابدا. انا فعلا حبيت الفيلا. بس لو كنت سمعتي كلامي كنا اشترينا فيلا في القاهره بدل الشقه اللي احنا عايشين فيها. الواحد مننا كل فتره كده محتاج يغير حياته. يغير حياته؟ يعني يغير البيت، يغير العفش، علشان ما نشعرش بالملل. الحياه دايما محتاجه تجديد. تعالي بقى لما اوريلك تراس. أنا كنت متأكد إنه هيعجبك جدا. بجد ذوق حضرتك يجنن يا عمر. تصدق إن بقالنا سنين لا أنا ولا ماما ولا تامر ولا حتى جيجي رحنا صيفنا في أي حتة. ده إحنا حتى ما عندناش فيلا زي دي في أي مصر. أنا مش مستغرب يا شيري. لأن عالم المال والأعمال ده بالظبط زي سبق الخيل. لو الفارس لفت نظره أي حاجة بره السبق ممكن يخسر السبق كله. طيب تعملي إيه؟ حد يشوف منظر زي ده ويقدر يقاومه برضه يا طنط؟ عن إذنكم. طب خلي بالك على نفسك. سيبيها ما تخافيش عليها. دي لسه شباب كلها صحة وحيوية. ايه يا ليت الشباب يعودوا يوما. كنت هتعمل ايه؟ كنت هعمل حاجات كتير قوي، بس هي الدنيا كده ما بتديش الواحد كل حاجة مرة واحدة، ولما ابتدي يحس ان هو حقق كل احلامه يلاقي حاجات تانية ضاعت منه مش ممكن ترجع تاني. كنت فاكرة لما أكون معاك مفيش حاجة ممكن تاخدك مني. ممكن أسألك كنت بتفكر في إيه؟ في الدنيا. ابنك وحشك؟ جدا. أنا كمان شيري وحشتني قوي، بس معلش هانت. قريب قوي هنكون كلنا مع بعض، أنا وإنت وشيري وابنك كمان. تفتكر يوم واحد سيبهولي؟ فلوسك هتجيبهولك. فلوسي؟ ايوه، هيجي اليوم اللي يحتاج فيه لفلوسك وساعتها تقدر تفرض عليه شروطك. شروط ايه؟ انه يعيش معاك مقابل انه يتمتع بفلوسك. وتفتكر هو هيوافق على حاجه زي دي؟ ده اكيد، انت ما تعرفش سحر الفلوس وقوتها. بس انا نفسي ابني يجي يعيش معايا عشان هو محتاج لي كأب، عشان بيحبني انا مش بيحب فلوسي. ما تفرقش كتير. لا عندي انا تفرق كتير. ما تبقاش رومانسي وعاطفي قوي كده، الحياه مش عايزه القلب الرهيف. عشان كده انت مش عايزه اولادك يشاركوكي في الاداره او حتى تديهم جزء من فلوسك. مين قالك الكلام ده؟ جيجي فتحتك في حاجه؟ ولا جيجي ولا اي حد، بس الحكايه واضحه زي الشمس. تاكد ان اللي بعمله ده هو الصح والايام هتثبت لك كده. انا بحبهم لانهم ولادي،
لكن عمري ما حطيت رقبتي تحت ايد حد، حتى ولو كان حد من ولادي. وطول ما هما محتاجين لي مش هيخرجوا من بين ايدي.